بالنسبه لي انا كنت كوتش فات ناس خدام في لاصال جات هذاك الشيء ديال الوباء كورونا سدوا لي صال جينا تسلفنا وتكلفنا والله الا عاونا حتى الواليده والله درنا هذا المشارع هذا شرينا طريق كورطور قلنا نجيبوا الويمينات البنان مره خضره مره ديسير وناكلوا طرف خبز ملي كنمشيو للمارشي كنجيبوا شي شيء نشوفوا شي اثمنه اللي العربه اللي غادي تقول لبنادم هنايا غندار ال 100 ريال حنا في المغرب راه بزاف قسما بالله جاب بزاف بالنسبه خويا هادشي ديال الاسعار لا اله الا الله محمد رسول الله سي اخي نوش من هذا المنبر انشاء لاباس وعليك هانس فلوس اش داك اخويا السياسه دخل شي بديتي كتهلك فينا قسما بالله تبدي كتهلك فينا ما بخليتش اننا ناكلوا ونشربوا حتى راه التنفس بالسي علينا واش حتى ما بقاش باغي تصب لا اله الا محمد رسول الله هذا هاد الاسعار كلشي دابا واش ما بقاش مسكين ما حيتنا المرض ما حيتنا الدواء ما حيتنا الكره ما حيتنا الماء والضوء ما عرفوش نمشيو نموتوا احسن هادشي اللي كاين اختي دابا الاسعار قتلتنا اختي وحنا يا هاد البني العشوائي راك عارف المساكن كلها على قد الحال يا ما كنديرو اختي تنعيشو بزاف هادشي بزاف منطقة بورغون كتعرف بالغلاء بزاف اختي تقارنا ما كدبوش عليك دابا حنا مرات كاع ما حيتنا نشري الدواء ما حيتنا لا اله الا الله في الاسعار اخنوس صوتنا عليه ولكن ما دارش داك الشيء اللي بغاه المواطن راه طلع لنا الاسعار الزيت السكر حنا بوفريا مشيت للسبيطار قالوا لي سير تسنى في العشيه بوماده صغيره في السبيطار اخنوس وراه البوفري هو اللي غيعيش معاكم راه المغرب راه الزينو البوفريه راه ماشي الزينو لديك اللي عنده الشتا عنده الصرف وعنده الفلوس وعنده راه الزينو البوفريه راه الاخر تقدا كيلو مطيشه كيلو بطاطا كيلو بصله راه بالسين سين سين اللي زدتي عليهم حتى جدران راه ما بقى والو وفهمنا وبغينا نوصلوا لك هذا الميساج اللي بغينا نوصلوا لك هو السبيطار احنا ما بغينا والو بغينا السبيطار تجقاد بغينا الاسعار تجقادو والله يرحم لك الوالدين السلام عليكم انا ود الشعب وتنهضر على الشعب انا تنتمي لذاك الحزب اللي مع اخ نوس حزب الحمامه التجمع الوطني للاحرار وبالنسبه بحال هو رئيس حكومه وهاد الاسعار وهاد الشيء راه بزاف وحشومه وعار ضعيف مسكين راه ما يقدرش يعيش فهمتي وحنا بوفريا ولاد الشعب حتى بهاد الاثمنه ديال الحوت انا كنبيع الحوت وحوات هاد الاثمنه اللي وصلت للحوت راه بزاف هذا حنا الا خرجنا من واحد الوباء وباش يتزادك وباء اخر راه صعيبه بزاف فهمتي وبالنسبه لاخ نوش وما عرفنا واش اخ نوش ولا الحكومه اللي قبل هما اللي دايرين هادشي خصهم يفكروا لولاد الشعب حيت الناس راه تشي توفاو الدراري راه مساكن راه اللي مجواج وداك الشيء راه واكل العصا ديال بصح وبنادم تيصور 70 درهم 80 درهم 5 لتر ديال الزيت ب 80 درهم راه بزاف نص لتر ديال الزيت ب 210 راه بزاف هذا الشيء وانا نرجعوا لداك الشيء القديم راه نرجعوا ليه والله يصاوب والله يدير شي تعود الخير ورعينا هذا الله ما عرفت راه ولينا تنفكروا باش نهاجروا ما بغيناش نهاجروا انا احب وطني لكن وطني لا يحبني عيت والله انا بعدا عيت والله تاعيت وخلا بوان انتروغاسيون